أتقدم إليكم باسم أعضاء المكتب المتقاعدين، وأتقدم خاصة للأخ مدكوري على المجهود وعلى هذا العرس اللي زعما بكل صدق هذا الشيء يثلج الصدور، بأنه هو كنشوفوا يعني يهتم بالكبير وبالصغير، بالريادي وغير الريادي، فنتمنى ليه التوفيق إن شاء الله. والإخوان اللي هما تحالوا التقاعد، أهلا وسهلا بكم في ناديكم النادي المتقاعدين، نتمنى لكم إن شاء الله. السلام عليكم، اسم رضوان نور الدين، من صفحة الزبناء، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. اشتغلت في الوكالة مدة 36 سنة، الحمد لله هذه السنة عاد التحقت بالتقاعد، دازت أيام جميلة، ونتمنى إن شاء الله الخير للإخوان اللي باقيين، ومسيرة موفقة للجميع. كنت البداية في غشت 84، كنت ديليغي بيرسونيل، الحمد لله بقات السمعة طيبة، وكان العمل جاد و يعني بونكتيال، يعني اسمح لك تدخل كنت في الكونتابيليتي، وكنت في كليونتيل، هذا الشيء كانت الصدر، والحمد لله هذا ماشي غريب على الناس ديال لاراك، الحمد لله ديما كتكون هذه الامور هذه. ومن الامر هذا كيعنيني انا كنت ناشط بزاف، وما يمكن له يفرح اي واحد، وكنتمنى على الله تكون يداوم هذا الشيء استمر مع الاجيال الجايه وهذا، وكنشكر الجميع. السلام عليكم، سميتي سعيد مسعودي، بديت في الوكاله المستقله للماء والكهرباء في 80، في مارس 80 بدينا مع المدير الله يرحمه المتوكل، اللي كان زعما رجل ديال المعقول اللي خدمنا معاه مده طويله، ومن بعد راه دوزنا تبارك الله واحد تقريبا واحد 7 المديرين اللي من مورالي، والحمد لله دازت واحد الفتره ديال 38 سنه اللي هي ماشي سهله، والحمد لله. وبدينا منين بدينا مع اخوان ديال الرياضه، كنت بعدا قبل ما نديروا الرياضه كنت في الخدمه ديالي في الوكاله، وهي الخدمه ديال الضوء، الكتريسيان ديال الريزو، ديال بزاف ديال الحوايج في الضوء، خاصه في الضوء. ومن بعد اتصلنا مع الاخوان ديال الرياضه ديال اليوستراك، ليكيب اليوستراك اللي خدمت معهم بريباراتور فيزيك، اللي خدمنا واحد المده الى الان راه تقريبا قول 30 سنه ما بين هادي في الرياضه معهم، حيت قبل كان عندي كندير بروفيسور ديال الجيدو في مدرب وطني، ومن الاخوان اتصلوا بيا قالوا لي تخدم معنا بريبوريو، قلت جينا بكل فرح وخدمنا الى الان، حيت دينا مع الاخوان ديال اليوستراك واحد لاكوب ديال فتيح ماي اللي صراحه ودينا سوبر كوب في وجده. المهم دوزنا واحد الفتره اللي هي رياضيه في امتياز، وكنشكروا الاخوان، وكنشكروا سي مدكوري اللي صراحه اللي عنده واحد صراحه دار واحد المجهود كبير باش وصل لهذا ذاته، كنشوفوا النادي كيفاش غادي يولي، وغادي تبدل فيه بزاف ديال الحوايج، و تيدير اي نشاط اللي كان هنايا زعما صراحه كيتكلف به، وتيدافع على الخدام، وكي زعما دار بزاف ديال الحوايج اللي ما عمرنا ما شفناهم في هذيك من قبل، والحمد لله كنشكروه بزاف، كنشكروا اللجنه الرياضيه حتى هي اللي حتى هي عطات، وكنتمنوا هاد الشباب حتى هما يكونوا راه جاوا لقاو الناس اللي هما خدام اللي هما حتى هما عندهم تجربه، وكنتمنوا ان شاء الله حتى هما يندمجوا معاهم ويوصلوا حتى هما كيف ما وصلنا حنايا. السلام عليكم ورحمه الله، تنقدم نفسي الحمام عبد السلام، كنت في مصلحه مكتب الدراسات والهندسه تقدير الفتره اللي قضيتها تقريبا واحد 29 سنه. اولا كنشكر الاخوان اللي قاموا بهذه البادره، وتقريبا كنرحب بجميع اللي حضروا هنايا في سميتو هذا التكريم، وكنتمنى الاخوان مسيره موفقه.
هذا النشاط هذا كيتدرج ضمن مجموعه ديال الانشطه غير هذا الوباء وكورونا اللي حبسنا، ولكن ما كناش قادين نحبسوا على تكريم بعض الوجوه وبعض الاخوان اللي كينتميو للمكتب ديال الاتحاد الرياضي من ناحيه التسيير. الوغ هنايا ارتأى المكتب المسير والمكتب الرياضي ديال الاتحاد الرياضي ديال لاراك يقوم بهذا النشاط هذا التكريم وتعبير لهم الخدمات واللي قدموها طيل هذا المسار المهني ديالهم وخدمات اللي كتجلى وكتصب في المجال الرياضي. الحمد لله المكتب جديد العهد كما كنتوا على بالكم بان يلاه داروا انتخابات ديال المكتب النقابي ونباطق منه اللجنه ديال الرياضات، وكان المشرف واحد من العضو من المكتب النقابي الحمد لله، واول نشاط اللي قام به واول نشاط اللي اتفقنا عليه هو تكريم ديال هاد الاخوان بربعه بهم. صحيح انهم ما خرجوش في وقت واحد للتقاعد، ولكن التواريخ جات متقاربه وقلنا نجمعوهم في نهار واحد ونحتفلوا بهم، وهذا بالنسبه لنا احنا اليوم عرس رياضي نقابي بامتياز. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.